صباح الخير حبايب. والله البارحة كان شنو يوم عاصف بالليل، يعني البيت انشال والرقع على قد ما قلت الجام خلاص تفلش ما بيها مجال. لحد الآن الهواء طبعا هسه شوية خفيف، لا البارحة كل شي طار. قعدنا الصبح نرتب الغراض كلها، أنا شفت طبعا جيت من الحجية هسه بس تريد تلبس على راسها، قلت له وأرجع بالحديقة يعني مش باكر تبع عليها. شوف ايش قاعد تسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافيه. الله يخليك. شو اخبارك حجيه؟ اول انا اي قاعد اصور، ما دقيت عليك الشباك، قلت ايش اروح بس الحديقه وارجع. انا قبل اطب وياي الكاميرا. السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونون بخير وصحه وعافيه دائما يا رب. ان شاء الله يا رب العالمين. شو حجيه مسوي قهوه من الصبح؟ مسوي صمون. اي مسوي صمون. ها صمون. صمون العدل من الصبح. تفاح حنونة. حنونة صغيرة ها؟ عشان الحجية دائما أنا عندي حنونة مالتي لازم تسوي لي إياها، هاي يختلف عن الباقي الصمون. ها أنا همين. إيه. ما شاء الله. الحجية أقول لك ديش شو اسمه اللي هناك القهوة شغالة؟ لا هاي سويتيها؟ صار لها نص ساعة مسوينها. هاي عبردت، يلا خلي أسوي واحدة جديدة العت. ان شاء الله. يلا خلي اروح اجيب وجهي. هاي قلبتيها؟ ايه هسه هاي شنو اخليها؟ ها يعني من فوق هنا شويه تسويها وهنا هم يعني تقلبين بيها. حلو. اي والله الدفء دفو حلو، يمكن صفر درجه الحراره اليوم. بارده بشكل مو طبيعي. على اخر عمري تحجبت. والله الدنيا بارده، شوي لابس فرو والرقبه وجواها بلوز والدنيا فت بارده ثلج. يلا اشوفك. يلا. ما شاء بس الله. بس شويه لجعت؟ لجعت. اي عادي. هنا وحده ثانيه. ايه حلو. هسه تخليهم بالطاوه. هسه هنا. اي. خلي بالطاوه وخلي جوا. يلا زين، خليني العاد انا شنو، لان انا هسه وبتعرفون الواحد اذا متعود على القهوه من الصبح لازم شنو؟ اول شيء القهوه بعدين يعرف يشتغل، والله احس نفسي اشتغل شو اسمه شلون هاي تك بلاكات مالتي تكون تعبانه لحد ما اشرب القهوه. شوف هسه. اي. اي يعني هسه هنا هيك تخليها يعني شويه من جوا تصير حمراء. اي. وخليها هنا تكمل هسه. شوف هاي كلها. هسه نفخت. هاي لا تقول. هاي لما سألوا قالوا عندنا العجين ما ينفخ، شوفوا عيني شلون صارت. اي هذا طحين متعدد استعمالات مو؟ ايه؟ طحين الحصه يصير مو هذا والاسمر يصير؟ كل شيء يصير. اي يعني اي كل الطحين يصير. كل الطحين يصير زين. ماكو مشكله. زين شنو رايك حيكون بهاي الحاله اذا صمون حار؟ انت ما مفكره بالريوق بعدك؟ يعني سويت اول شيء صمون لو بعدين الريوق. ايه؟ هسه سويت الصمون، تريد شو اسوي لك؟ فلافل. هذا الحكي يعني هذا جاهز. شنو بعد اكو؟ فلافل، حمص حمص بطحينه. اي يعني هي فلافل وحمص بطحينه اسويها هي. اي وهي سويتها من الحمص المجروش. الحمص بطحينه والفلافل العجين نفسه مال الحمص المجروش. شرفكم هذا الوجه اللي تباعون عليه هسه. شوفوه من الصبح زين؟ شلون الرزق يجيكم؟ ام حبيبتي. والله اموت عليها الحجي يعني، اموت عليها ام الحجيه. ما لي غيرها. شوف هاي. اي حنونه. اي حنونه، هاي حنونه مالتي هاي. الله ذكرتني رجعت وين حجي الايام الحنونه. والله كانت الي دائما حنونه المحمود، ما حد ياكلها غير. هسه هاي هنا حخليها اقلب الدنيا اذا واحد ياخذ الحنونه. والله يعني ما هاي كانت حصتي خلاص ومن كل عقلي يعني ان الحنونه مالتي انتهى الموضوع يعني مو شقه. لان يعني هاي تعرفون خاصه من ايد امي الي يعني، فيجي واحد مثلا من اخوتي ياكلها او شيء يعني يكون تعدى على حقوقي ويا امي، مو صحيح؟ خليني شو اسوي مدام الحجيه ما تقبل انا انظف، خليني انظف انظف شويه. هي ما تقبل بس لما تكون تشتغل هناك انا اغافلها واخذ لي قشيش على السريع. اي والله فادت الماكينه هاي، تذكرون قبل شهرين يمكن اشتريناها، جت هديه الحجي عفوا. قبل شهرين سويت عليها فيديو بس والله شوفوا صار لها شهرين على الشحن بها هذا الباتري، هذا الورا هذا الباتري زين ورهيبه ابد.
ولا وقفت ولا شيء. هذا البطل مالتها ينفتح بمصفي، هذا ينفتح البطل، هذا يتعفن، هذا ينفتح ويتنظف ويرجع. وهاي الباتري من ورا، هذا الدقمه الحمراء تدوس تطلع الباتري هذا اللي ورا، بس ما يحتاج يعني، هي هيش معلقه بيش تنشحن يعني، ما يحتاج تشيل الباتري. بس كل زين يعني. شوف هاي الوصفايه هنا راحت، هي رهيبه. اي مو هاي لان بصف الباب فيفتح الباب وعلى الهواء هذا يفوت الغبار، هاي الشغلات كلها. هو بيها الغبات من قدام، شي حلو. حلوه سلسه وخفيفه، وتفر شلون واحد ما يريدها تفر وياه، شو ما تروح تروح ماكو مشكله، ورخيصه. انا هم شفتها صورت عليها مره بالسوق، ماكو فيديو مال السوق موجود. دائما هاي طلعات الجولات بها هاي الشغلات شارحين عنها يعني. حلو، شلون صارت؟ تلمع، ماكو شيء بعد. شوف الشحن مالته بعده، هذا الشحن ثلاث خطوط، ينزل خطين، ينزل خط وتطفي. بس شوفوا يعني ما يعني لان المشحونه، وهي هم كل يوم الحجه تشتغل بيها، بعدين تشحنها. صباح الخير. العفو حبيبي. وهي خلصت السجاده. انا عجبتني ذنها كلش، هم جن هديه للحجيه. كلش حلوات. زين تنظيف حجيه؟ ها؟ زين تنظيف؟ اي الحمد لله. الحمد لله. عاشت ايدي. اقول عاشت ايدي تقول ويدك، عاشت ايدك. اي. يجي بساعة خلص هنا واحدة بالطاوة. هسه هاي راح تحمر، اشيلها خليها اي مكان. اه يعني احسن من البدايه تخلين العجينه هنا لحد ما شويه تاخذ. أي. وبعدين تخليها جوه تصير اسرع. اي فتصير اسرع العمليه يعني مال الخبز. حلو. شوفها هاي ال شو يعني النفخ، هاي بشيل النفخان. هاي مقسب. زحجية هذا النفخة مالته هسه لما ينفخ، هذا اكو شيء معين تخليه ويا الطحين لو هو كله ينفخ يعني، لو يخمر يعني. هي هاي كيل طحين. أي. ويا خاشوقة كبيرة خمرة. خمرة. ويا خاشوقة كبيرة بس ممسوحة ملح. اي ممسوحة يعني مسح يعني ما متروسة. عدلة يعني. يعني ما معباية. اي. اي ملح. خاشوقة شكر. خاشوقة شكر شنية صغيرة وسط؟ لا كبيرة. وهم مسح لو متروسة؟ لا متروسة. متروسة. يعني كيلو طحين. وخاشوقة كبيرة خمرة متروسة معباية، وخاشوقة متروسة شكر، وخاشوقة ممسوحة ملح، كبيرة كلهن كبار. بس يعني ذن اثنين متروسات، الشكر والش اسمه والخمرة، بس الملح ممسوحة يعني ما متروسة. حلو. مي دافي. مي دافي. اي وبعدين احنا شايف الجو بارد عندنا، اخلي مالت العجانة بجزرية بيها مي ازيد من الدافي شوية واغطيها. اي بحيث ثلاث ارباع الساعة او نص ساعة تكون يعني خامرة يعني. زين. تمرة. والف عافية على قلبي ان شاء الله. وقلبكم ان شاء الله بس. و... ها شو؟ لا ما شاء الله اي شغل عدل. صراحة خلي هنا وحدة. اكو متابعة ذيك المرة قالت لي سوونا دهن الحر. كم وحدة مو وحدة بصراحة. فواحدة رديت عليها قلت لها فاحنا شو اسمه يعني سويت الدهن الحر وبكل فيديو انا اسوي له دعايه وهذا موجود وحطيت له الرابط. المهم مرة كم يوم زين هاي نكته يعني هي صدق بس هي مثل النكته. فورا كم يوم ايش قالت لي؟ قالت انا زعلانه منكم ما سويتوا لي الدهن الحر. قلت لها بشرف ايش راح يصير بالبوكسات بيني وبينك اليوم؟ اذا انا بكل فيديو اسوي دعايه للدهن الحر ومسوينه من قبل فشلون؟ يعني حتى المتابعين القدامى ملوا مني قد ما حكيت على شنو على عمي الدهن الحر. هذا طبعا البارحه سويت الحجيه جديد مو؟ لا
إيه؟ هذا سويته جديد شوفتيني اياه. جديد كان... هذا سويته بالزبد. إيه بالزبد؟ اي جبت زبد وموعته وسويته. اه لان البارحه كان هذا لونه شفاف، فقلت له حجي شو هذا شفاف لدين الحرقه؟ لا يوم هذا هسته وانا سويته، هسه بس يجي ما يصير هالشكل، فهسه تذكرته عاد. اي فمن الزبد هذا ها سويتيه؟ سويته من الزبد، جبت الزبد وموعته وسويته بالجدر. اي حلو. وخليته بالشيشه. عاشت ايدك. واحده ثانيه. هسه ايش تخليه مكشوف بعدين تغطي على مود لا يعرق؟ اي. اي. لان بعده كله حار. بعده كله حار. إيه. طبعا اشكركم على التعليقات الحلوه اللي علقتوها وتعلقوها دائما على الفيديوهات، ان شاء الله ربي يحفظكم ويسعدكم ويرزقكم ويرضى عليكم. امين. امين يا رب العالمين. والخبز بعده مستمر. هاي بقى يعني اثنين الكيلو 13 وحده سعرت 13 هي الحجيه ما تحب تحسب بس اسعى قاعد تريد تشوفكم ايش قد يعني طبعا. ايه زين ف 13 وحده زين. اجيب الشاي هذا حجيه رقم 13 كل شيء ولا تقولي لنا بالصيني. حجيه إيه؟ رقم 13 بالصيني ما يحبوا رقم الشؤم عندهم. اي أيوة والله ماكو حتى بالمصاعد مالتهم بالمصعد مال العماره ما تلاقين رقم 13. حتى يمكن ابنهم يوم من يوصل لاوبتهم لما توصل 13 يعبر ل 14. والله يضجون من هذا الرقم يسموه رقم الشؤم. فلذلك حتى البيوت هسه هنا مثلا رقم 13 البيت ما تلاقي ساكنين صينيين، تعرفين تتاكدين انه الرقم 13 ما يسكنوا صينيين. يسكنوا اي جنسيه ثانيه بالصينيه لا رقم الشؤم عندهم 13. شنو السبب؟ بس اعرف اقول لكم يعني بس هو يتشائمون من هذا الرقم. اي ما شاء الله هي النفخه موجوده اهم شيء اكو نفخه. ما دام اكو نفخه اكو شنو؟ اكو صمون عدل. لان درون بالافران لما كنا حتى واحنا صغار لما نروح نجيب مثلا وللمطعم للحجي لما كان يجيب لما نشوفه بالفرن بهاي الخشبه الطويله هاي الخشبه اللي يخلون بيها الصمون اول ما نفوتها شلون كلهن هيك ينفشن كلهن. اخر وحده؟ اي اخر وحده. نعم الوسط. اي. انا تخليه على العالي اول شيء بس تحمي الطاوه وبعدين تخليه على الوسط بالخبز تخليه على الوسط. اي. اي حلو. حتى ما تلجع. حتى ما تلجع تمام. هاي اول وحده ذيك اللجعه كنت ناسيتيها يمكن العاد. لو شنو؟ اكلوها. اكلوها راحت. يلا زين. مقسمه. اي. هاي بس يرد بعد شوي. شوي. ها بطلع افتح افتح هذا انا ما كنت مفتهم الموضوع. يعني هاي التحمر لازم هو النار من فوق. النار من فوق هذا مال. فوق ايه. ها هذا النار من جوا. ايه تخليها شويه تستوي بعدين تخليها هنا. ايه. وتصير النار من فوق هنا. اوكي. ايه. اقول شلون انت قاعد تستوي قاعد تقلبيها. يعني ما معنى انه النار من فوق قاعد تنزل يعني مو من جوا. اي هاي من جوا هنا. اي بس هاي للتوضيح. خليني اكمل القهوه مالتي العاد. اي امي تقول احسن شيء لما يكون الجو بارد واحد يقعد هيك من الصبح نشيط يشرب القهوه زين ويقعد يشتغل مثلا شنو بالصمون لان الفرن هم دافي هم يتدفى وهم منه شنو يطلع شغله حلوه وطيبه يستفاد من عندها. بس هاي اخر وحده. هاي اخر وحده. خلصنا. خلي النار هاي مشغاله خلينا انا شنو اسوي القهوه لان انا اشرب قهوه لازم وبعدين اعود الريوق. هذا بعدين خلينا نشوف ماي حاره. هاي خاصه للخبز. اي. تخبز بيها. عدل الهاية هاي هاي شنو هسه الحرارة مالتها هي هاي مال خبز مخليها خاصة اوكي هاي ما تقلين بيها بس تخبزين بيها اي اي اوكي اي احسن القهوة مالتنا هاي الحجية طحنتن ذاك اليوم وين الخاشوق هاي اطفيها لا هاي خليها على على انصشي اي عشت ايديك حط شوية قهوة يعني والله واحد انا بالنسبة لي عمود متعود من زمان سنين طويلة يعني فهاي القهوة خاصة بالغربة تعلمناها هاي خلصت اي
شو بعد الحجية؟ صباح شفناك من الصبح. صباح الورد حجية، أحلى صباح أنا لما شفتش والله أمي الغالية. السلام عليكم، مساء الخير الفناجين. هنا خلصنا بس شنو ترتفع. هاي خلصت بابا؟ هاي خلصت ماما؟ هاي ردنا بس شوية من نانا؟ اي انا خليها تطول شوية على ما تصير بيها حموضة، خليها على نار هادئة. رجعنا بعد دقيقتين افضل. ظلت اخر وحده. ايه اخر وحده. هاي قهوتنا تقريبا خلصت. نقفل الطباخ. ايش كافي خليني شنو؟ خلي هنا خل تركض شويه تهدأ وبعدين الصبح. خلي عليها الماعون. اي خلي عليها الماعون. بلا امر عليك. حتى تهدى أريح. إيه أفضل. أحسن. أحسن. هذا طفيناه ما كل مطفي هسه هذا بس الفرن شغال. هاي خلصت. هاي خلصت ما شاء الله. عاش سيدي شو تجي. هاي كثير راح أطفي. إيه ها هي. خلصنا. بس شنو نشرب القهوة وراها إحنا شنو نسوي عود شوف الحجية تريد تسوي لنا فلافل شو تسوي لنا بس أنا ما راح أقدر أصور لأن الفيديو حيصير طويل شنو رأيك؟ إن شاء الله نسوي لهم فيديو ثاني. إي ويا الفلافل. إن شاء الله. إن شاء الله. عشتي حجية. هاي الحجية جابت السلة أهم شيء تصفطها بالسلة. حلوة هاي السلة. مثل الوردة. أنت وردة. أنت وردة. عسل أمي عسل. تسلم. تسلم حبيبتي. شي شغل عدل من الاخير اجيب هنا انا. ماشي حبايبنا هسه هاي خلصنا القهوه مالتنا نصبها نتحضر شنو نشرب القهوه وبعدين نشوف الحجيه ايش راح تسوي لنا الريوق وبعدين نطلع نشتغل وهذا يومنا المتواضع بلش بهاي الطريقه. خلينا نصبها. كل وحده بمعه. كل وحده بمعه احسن افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاي القهوة وهالشكل احنا خلصنا شغل نشرب القهوة ونسوي بعدين شوف حجي تريد تسوي الريوق بس انا ما راح اقدر كل شيء اصور لان تعرفون الفيديو حيصير كلش طويل فان شاء الله على المره الجايه اذا تحبون الفلافل ويا الصمون نسويها كلها سويه فاكتبونا بالتعليقات ونسويها في اليوم ان شاء الله. حجيه ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه. حجيه الله يعافيك حبيبي. والله حجيه ما قصرتي والله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك حبيبي. الله يعافيك الله يخليك. حبايب خلصنا شنو الفيديو مال اليوم. هاي بالصدفه يعني جيت يم الحجيه فسوت الصمون مثل ما شفتوا ونسوي ان شاء الله الفلافل اللي هي راح تسويه بس شنو اذا تريدون هيك في اليوم نسوي فلافل وصمون كلها سويه اكتبوا لنا بالتعليقات ونسويها ام حجيه ان شاء الله. واذا يريدوا بالحمص المجروش او بحمص الحب هم يدللوا ان شاء الله. تامرين امر حجيه وتامرون امر حبايبنا. الله يعطيكم الصحه والعافيه وما قصرتي يما حبيبي. ان شاء الله صباحك ورد حجيه. صباح الورد على جميع المتابعين ان شاء الله يا رب العالمين. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد مع تحياتنا قائد الفريق امي الحجيه وانا ابنها محمود من استراليا ومع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه.